فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال إنه لا بأس بلبس الحرير في الحرب للرجال، فهل ذلك صحيح؟ نعم، ذكروا هذا، ذكروا أن إذا كان لبس الحرير في الحرب أنه يرهب العدو فيلبس الحرير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كما أن الخيلاء حرام، لكن في الحرب يجوز الخيلاء لأن هذا فيه نكاية بالعدو. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.